السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، ونشكر جميع الزملاء على تقديمهم من هذه البرنامج التعريفي الخاص بالكلية لتعريف الطلبة المستجدين عن البرامج وعن الخدمات وعن جميع ما يقدم في هذه الكلية. اليوم أنا بإذن الله راح أقدم أتحدث عن النشاط الطلابي. ما في شك انه النشاط الطلابي يعتبر من الجزئيه المفضله لدى غالب الطلبه في الجامعه، ومن خلال هذا اللقاء ان شاء الله راح نتعرف على النشاط الطلابي. طبعا محدثكم سعد الفطام محاضر في قسم الماليه ورئيس لجنه الانشطه الطلابيه، وباذن الله راح نتحدث عن مجموعه من المحاور في لقائنا هذا. محاور اللقاء هو تعريف عن الأنشطة الطلابية وأهم المصطلحات المستخدمة في النشاط الطلابي في حال التواصل مستقبلا مع الأنشطة. أهداف النشاط الطلابي والأندية الطلابية من خلال إنشاءها العمل التطوعي وتعريف العمل التطوعي والدورات التدريبية والأنشطة الخاصة، آلية إنشاء أندية النشاط الطلابي، وهذا إن شاء الله راح نتحدث عليه بجزئية كبيرة، عن آلية الترشيح وعن كيفية انضمام الطلبة في النشاط الطلابي. طبعا هذه راح نتكلم ان شاء الله راح نتحدث عنها بشكل كامل. شروط الحضورية، وايضا عندنا طريقة التسجيل وطريقة التسجيل في العمل التطوعي. اتمنى الصوت واضح لدى الجميع. مصطلحات مهمة اللي تحدثنا عنها اللي هي النشاط الطلابي، أماكن احتضان النشاطات الطلابية وفق النشاط المستهدف، وهي يقصد بها في حال أنه استخدمها أو أطلق على طالب التواصل مع أندية النشاط الطلابي، ويقصد بها الأندية سواء على المستوى الأقسام العلمية بالكلية، الجامعية بشكل جامعة الكلية، العمادة، عمادة لدينا اللي هي عمادة الشؤون الطلبة، وهي جميع مشرف النادي ورئيس النادي، وحدة الأنشطة الطلابية وهي تتكون من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في مجالات تخصص النادي، من خلال سواء قسم الحاسبي، قسم الإدارة المالية، قسم الإدارة القانونية وإدارة النشاط الطلابي. نظرا لأهمية ممارسة الأنشطة الثقافية بالكلية ومتمثلة في الإيجابيات في إطار بناء الشخصية وتنمية الجوانب الإيجابية لدى الطلبة، وحيث يعد النشاط الطلابي أساسا في تحسين وتطوير وتقديم الأنشطة التطوعية داخل أروقة الجامعة كالمشاركة في المؤتمرات سواء الحضور أو في مجال التنظيم من قبل الطلبة والندوات وورش العمل اللي تقام من خلال كل فصل دراسي، واكتساب الطلبة للمهارات والقدرات التي يحتاجونها لتحسين أدائهم العلمي من خلال حضور لهذه الدورة. أهداف النشاط الطلابي يوجد عدة أهداف. الهدف الأول هو الإسهام في تكوين شخصية الطلبة المتكاملة والمتوازنة، استثمار أوقات الطلبة في برامج هادفة ومفيدة للكشف عن مواهبهم وقدراتهم وشغفهم، أيضا تأكيد واجب الطلبة في خدمة بلادهم وتقوية شغلهم ونحوهم وإنتمائهم وتوثيق الروابط القوية بين الطلبة، تطوير المهارات المهنية للطلبة والتي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، تنمية مهارات الطلبة في العمل الجماعي من خلال إشراكهم مع زملائهم في الأنشطة الطلابية والتعرف على زملائهم من خلال أيضا حضورهم للبرامج اللي تقدم في الأنشطة. الدورات التدريبية والأنشطة اللقطية، طبعا يجب أن نعرف دائما لدينا الإدارات، لدينا الكليات تقدم، كل كلية لها إدارة أنشطة مختصة، وأيضا لدينا عمادة شؤون الطلاب، وجميعنا نعمل على تحت إدارة الجامعة، لكن مثلا ناخذ على سبيل المثال كلية العلوم الإدارية والمالية تقدم البرامج التي تناسب طلابها. من ناحيه القسم الحاسبي نقدم دورات في
مجال قسم المحاسبه، برامج في قسم دورات في مجال القسم المالي، وايضا جميع الاقسام العلميه التي تحت كليه الاداره. الزيارات كان لدينا عديد من الزيارات من قبل الطلبه والطالبات. كانت الزيارات لاحدى الجهات التي يتم التنسيق معها من خلال الكليه، والتواصل والمواصلات وكل ما يخص هذه البرامج. الزيارات دائما نسعى لزيارات التعرف على الطالب على المجال المهني وسوق العمل والاطلاع على النماذج الخاصه في سوق العمل. طبعا كانت العديد من الزيارات شاركوا فيها عديد من الطلبه، قاموا بعمل الزياره والاطلاع على البرامج والتعرف على الاقسام في الادارات او في المؤسسات او في الجهات التي تم زيارتها. معرض ثقافي تم عمل العديد من المعارض، ايضا كان شاركت الكليه في معرض الاسبوع العالمي لرياده الاعمال، وفي مشاركه طلاب متميزين اصحاب تجارب في رياده الاعمال، تم مشاركتهم، تم عرض النماذج وتم عرض ايضا مشاريعهم الخاصه ولدى الطلاب في الجامعه. ايضا كانت هناك معرض ثقافي لدى قسم التجاره الالكترونيه من خلال التعرف على البرامج ومشاركتهم في المؤتمر الذي يقام في التجاره الالكترونيه سنويا، وتم مشاركه القسم بذلك مع مجموعه من الطلبه ايضا. ايضا لدينا قسم المحاسبه تم عمل مشاركه ايضا عمل معرض ثقافي للتعريف عن قسم المحاسبه خارج الجامعه، وتم مشاركه الطلبه. لدينا العمل التطوعي، العمل التطوعي جانب مهم. احب ان اركز كثير على العمل التطوعي، لان العمل التطوعي دائما هو اللي يصبح الفرصه لدى الطالب، سواء في المستقبل بالفرص الوظيفيه، سواء في التطوير المهني، سواء في التطوير العلمي. دائما العمل التطوعي ينتقل من او للجامعه. طبعا احنا لدينا عديد من الطلبه شاركوا في اعمال تطوعيه، وراح اشرح ان شاء الله في نهايه هذا اللقاء كيفيه التسجيل في حال من كان لديه رغبه في العمل التطوعي. لدينا عده مجالات للمشاركه في العمل التطوعي في جميع الفروع، طبعا مخصصه لطلاب الكليه في المجال. طبعا كان عديد من الطلبه شاركوا في يعني كنشاط طلاب، استفدنا من ما قدمه الطلبه من برامج، من تنظيم، من تنسيق، من عمليات التصميم، كل هذه قدمها الطلاب والطالبات لدينا في الكليه، وكانت جدا نماذج جيده ومميزه للاحتفاظ بها والمشاركه فيها في المستقبل. وان شاء الله راح اذكر بنهايه هذا اللقاء المشاركه. وكل فصل دراسي نشعر الطلبه بالتسجيل للعمل التطوعي في حال مكان اي. طبعا هو البرامج العمل التطوعي لدينا هي برامج اختياريه تقدم في حال مكان طالب المشاركه، وما في شك العمل التطوعي دائم لا يكون بمقابل مالي، لكن فقط للمهتمين، للراغبين، لمن لديهم المهاره ويحب انه يقدمها للزملاء وايضا لخدمه المجتمع. هذه دائما تهدف، وراح نعرفها ان شاء الله بشكل اكبر. الجزئيه الثانيه اللي راح اتحدث عنها اليوم بعد ما انتهينا من الانشطه الطلابيه، راح ننتقل الى الانديه الطلابيه. الانديه الطلابيه تعد الانديه الطلابيه هي مركز انشاء علمي وثقافي لاكتشاف وتنميه مواهب الطلبه واتاحه الفرص الفعاله لتنميه مهاراتهم في تكوين الانديه التخصصيه التي تهتم بتنميه الفكر العلمي والعملي للطلبه ودعمهم بالمهارات الاداريه والقياديه وربط الجانب النظري والاكاديمي بالحياه العلميه. أهداف الأندية الطلابية، طبعا قبل لا أبدأ بالأهداف لا ننسى أنه بخصوص الكثير أنه في حال أنه كيف يسجل في الدورات التدريبية، كيف يستفيد من الخدمات اللي يقدمها النشاط الطلابي. دائما جهات التواصل الرسمية نقوم بالإعلان عن طريق البريد الإلكتروني للطالب. لدينا بريد خاص بالأنشطة الطلابية، وراح نعرض هذا إن شاء الله البريد في نهاية هذا إن شاء الله. وايضا لدينا صفحه الجامعه وصفحه التويتر والتواصل الاجتماعي لدى الجامعه، يكون فيها اعلان دائما عن البرامج التدريبيه التي نقدمها في من خلال النشاط الطلابي.
طبعا اهداف الانديه الطلابيه هي تنميه مواهب الطلبه المختلفه وربطها برؤيه المملكه 2030 واهداف التنميه المستدامه، تعزيز الهويه الاسلاميه والوطنيه، الاسهام في تكوين شخصيه الطلبه الجامعيه المتكامله والمتوازنه، استثمار اوقات الطلبه في برامج هادفه ومفيده للكشف عن مواهبهم وقدراتهم، توثيق الروابط الاخويه بين الطلبه وتقويه روح التعاون، دعم النواحي الاكاديميه التخصصيه من خلال ربط الجوانب النظريه بالحياه العمليه والتدريب في مجال التخصص، تمكين المسؤوليه الاجتماعيه، تعزيز ودعم ثقافه الابداع والابتكار لدى الطلبه من قبل الطلبه في خلال البرامج اللي تقدمها الانشطه الطلابيه والبرامج الانديه الطلابيه. طبعا الهيكل التنظيمي الخاص في الانديه الطلابيه في الكليه، طبعا احنا الان حاليا في فتره تاسيس الانديه الطلابيه، احنا الان فقط نعمل كنشاط طلابي بالكليه بشكل عام، وراح ان شاء الله تكون عندنا انطلاقه في حال بمشيئه الله. طبعا احنا لا ننسى انه دائما الطالب له دور كبير، واحرص على كلامي انه الطالب له دور كبير في حال لم يتم انشاء النادي الطلابي ولن يتم التفاعل في النادي الطلابي ولن يكون النادي الطلابي نشط في حال انه كان ليس هناك طلبه ناشطين. لكن بحكم تجربتي السابقه مع العمل لدى الطلبه، فعلا الطلبه السابقين كانت شفنا روح المبادره، شفنا روح التعاون، شفنا الحماس لدى الطلبه ورغبتهم دائما في تفعيل هذا الدور، واتمنى ان شاء الله الاستمرار من قبل الطلبه في هذا المجال بحيث انه يكون ننقل ان شاء الله صوره جيده والهدف الكامل من هذه الانديه الطلابيه. طبعا الانديه الطلابيه يراسها عميد كليه العلوم الاداريه والماليه، ومن ثم ياتي مشرف النادي ووحده الانشطه الطلابيه، وتكون ويكون دائما عضو هيئه التدريس في الكليه، سواء كل قسم كل نادي مختص في هذا المجال. نفترض انه تكلمنا على قسم الماليه يكون المشرف من قبل قسم الماليه، وايضا قسم المحاسبه يكون مشرف مختص في قسم المحاسبه، وهكذا. رئيس النادي يكون طالب من طلاب المتميزين في الكليه، وهناك عده شروط. في حال الترشيح سوف يوصلكم من قبل الاقسام العلميه كل حسب قسمه، سوف يوصلكم طريقه الترشيح، الشروط، اليه، ايضا معرفه كيفيه اختيار رئيس النادي ونائب الرئيس، وايضا اللجان المكونه، اللجنه العلميه واللجنه الاجتماعيه واللجنه الاعلاميه، وهذه اللجان التي تعمل لدى النادي الطلابي. طبعا راح يكون عندنا بمشيئه لدينا اربعه نوادي، وهذه الفتره التي سوف يتم انشائها نادي اداره الاعمال، نادي المحاسبه، نادي التجاره الالكترونيه، واخيرا نادي المالي. هذه بالنسبه للنوادي. طبعا انا شاهدت استفسار في المحاضره كيفيه التسجيل في العمل التطوعي، برفق لكم الرابط وايضا الباركود بامكان تصويره والتسجيل. طبعا هناك بيانات سوف يتم تسجيلها، وفي حال مشيئه الله لحاجه من سواء فروع او الاقسام سوف يتم التواصل معكم ان شاء الله من قبل النشاط الطلابي بالكليه، ولا نستغني عن الجميع، ولا نستغني عن الطلبه، والطلبه لن يستغنون على زملائهم في هذا المشاركه في العمل التطوعي وفي مشيئه الله. فهذا خاص بالفصل الحالي المقدم، وايضا سوف يتم لاحقا تنسيق ذلك. النوادي طبعا هذا البريد. طبعا بالختام لا انسى اشكركم جميعا، واشكر جميع الزملاء القائمين على هذا البرنامج التعريفي، واشكر جميع الطلبه الحاضرين والمهتمين بمعرفه تفاصيل اكثر عن كليه العلوم الاداريه. وحنا دائما كاعضاء التدريس كموظفين في الكليه نسعى دائما جاهدين للتعاون مع والاجابه على استفسارات الطلبه، سواء في الانشطه الطلابيه او في الاقسام الاخرى، وهذا البريد خاص في الانشطه الطلابيه. في حال كان هناك اي استفسار راح نكون ان شاء الله سعيدين باذن الله مستقبلا بالتواصل باذن الله عن اجابه الاستفسار.
أتمنى إذا كان في أي استفسار أنا في الإجابة. صدقت، فهنا في سؤال، كيف ممكن أسجل بنادي التجارة الإلكترونية، أو كيف ممكن أسجل في النادي حق الكلية؟ صحيح، بخصوص التسجيل سواء في بنادي التجاره الالكترونيه او مختلف الاقسام العلميه، سوف تصلكم ان شاء الله البريد من قبل بريد اللي هو القسم العلمي عن اليه الترشيح، طريقه التسجيل وشروط التسجيل جميع، وايضا راح يكون في مده موعد من خلال هذا الموعد المتاح للتسجيل. الجميع راح يسجل من خلال تسجيله، سوف يتم الترشيح والتواصل مباشرة في حال ترشيحكم من جهة الله لاختيار التسجيل، سواء على العمل التنظيمي أو العمل كعضو للانضمام في النادي. يعطيك العافية. في سؤال ثاني، العمل التطوعي ما شفنا تركيز عليه، هل حيكون في تركيز مستقبلا؟ العمل التطوعي كان سابقا نعم يوجد فيه تركيز، الطلبه السابقين سواء على مستوى الكليه او على مستوى الجامعه كما ذكرت سابقا، يعني كان في يعني عديد من البرامج اللي قدموها الطلبه وشاركوا فيها، سواء شفنا طلبه تعاونوا من ناحيه التنظيم، يعني كثير من الانشطه تشوفونها لاحظنا ساهموا فيها الطلبه، نفهم الطلبه فيها من خلال التصميم التعاون. يعني احنا مثل ما قلت في البدايه انه دور العمل التطوعي يبتدي دائما من الطالب او الطالبه، فمجرد ان يكون في تفاعل من الطالب وطالبه احنا نرحب بهذا الشيء للجميع، وان شاء الله في حال التنسيق والحاجه والتواصل باذن الله من خلال الرابط السابق، انا برجع الرابط اكد عليه مره اخرى، في حال الرغبه بالتسجيل في العمل التطوعي مجرد ان تكون بياناتك هنا راح نرجع لها ان شاء الله في اي وقت في حال حاجه للعمل التطوعي او مشاركه الطالب في العمل. بخصوص كيف نعرف عن المعارض والانشطه والاعمال التطوعيه عشان نشارك فيها، العمل التطوعي هذا الرابط، رابط التسجيل بالامكان التسجيل فيه، وان شاء الله راح مثل ما ذكرت سابقا سوف يتم التواصل في حال الحاجه ان شاء الله، وكما ذكرت سابقا نحن بحاجه للمزيد من روح النشطه التعاون الطلبه الناشطين للعمل في العمل التطوعي لدى النشاط. المعارض والانشطه دائما نعلن عنها، يعني دائما نعلن سواء عن طريق البريد الالكتروني سواء عن مثل ما اعلنا عن البرنامج التعريفي، سوف يتم الاعلان عن البرامج الاخرى للانشطه في نفس الطريقه او بنفس السلوك.